في أعقاب جريمة النكراء التي كانت في هذا الشارع شارع الوحدة وارتقاء العشرات من الشهداء في جريمة النكراء حتى يفاجئنا اليوم هذا المحتل بهذه الجريمة النكراء التي يستهدف فيها وزارة الصحة ليست فقط المباني الخاصة بوزارة الصحة بل أيضا جملة من المؤسسات الإغاثية التي تقع هنا بجوار وزارة الصحة. هذا المقر فيه منظمة الصليب الأحمر، فيه الهلال الأحمر القطري، فيه مؤسسة اليو اس ايد، فيه العديد من المؤسسات الإغاثية. اليوم يأتي استهداف هذه المؤسسات بالإضافة إلى وزارة الصحة تأكيدا على رسالة القتل ورسالة الإجرام التي يحترفها هذا المحتل. يأبى هذا المحتل إلا أن يضع لنفسه دائما موقع الصدارة في قاموس الجريمة المنظم. هذا الاستهداف الذي ترون أثاره المدمرة على مبنى وزارة الصحة ومبنى العيادة الأساسية لمراكز الرعاية الأولية لم يقتصر الأثر فيه على هذا الدمار في المباني والممتلكات والتجهيزات، بل اليوم ستتوقف جملة من الخدمات. اليوم ستتوقف خدمات المختبر المركزي الذي تجرى فيه كمكان وحيد فحوصات فيروس كورونا. اليوم لن يجرى بعد اليوم فحوصات فيروس كورونا بسبب تعطل هذا المختبر المركزي. العديد من التطعيمات بالإضافة إلى تطعيمات فيروس كورونا ستتعطل في هذا المركز الأساسي، والتطعيمات واللقاحات الخاصة بالأطفال على اختلاف الأمراض، جملة الفحوصات الأخرى ومتابعة كبار السن والحوامل ذوات الحمل الخطر، كل هذه الخدمات الآن تتوقف في هذا المركز. للأسف هذا الأمر أيضا لم يكن الوحيد، بل تم إصابة مجموعة من العاملين في وزارة الصحة، بعضهم إصابته خطيرة. اليوم وفي هذه اللحظات يعالجون في مجمع الشفاء الطبي نتيجة هذه الإصابات الخطيرة. على العالم كله أن يقف اليوم أمام ضميره، ويجب أن تكون هذه الجرائم كافية وكفيلة بأن تحرك ضمير الإنسانية وضمير العالم، بالذات عندما تستهدف المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها اليوم مؤسسات وزارة الصحة. لأن كانت رسالة العدو اليوم واضحة في منع وزارة الصحة من تقديم خدماتها ومنع المؤسسات الإنسانية في توصيل رسالتها.